الفلسطيني. ضيوف الشرف هذه النسخة الخامسة لدوري الدولي مولاي الحسن لكرة القدم. نزار الناجي. نزار الناجي. استسمح رشيد الحذيفي. كذلك تفضل عنا الدكتور أخرف صديق الرياضيين والأخ سعيد الرياحي يونس شتي كذلك وكذلك السي حسن الراقي. للمكرمين من طرف فلسطين. الليلة في مباراة القمة، من سيعبر في الفينال؟ أكيد الفتح الرباطي في تحدي مع أكاديمية جلالة الملك. الليلة هنا في انتظار من سيحسم اللقب بين هذا وذاك. سنعود بعد قليل لمجريات اللقاء لتاريخ كرة القدم. يا من يلتقي هنا في الليلة، يا من يشاهد، يا من يتعمق في كرة القدم بلغة الأرقام ولغة الألقاب، يبقى للجمعية التاريخ في البطولة الدولية. إلى هنا وإياكم نعود بعد لحظات في أجواء المباراة، ومن هنا وإياكم نتمنى أن تكون المباراة في أحسن الأجواء، في أجواء تسودها الروح الرياضية بين هؤلاء الشباب الذين سيصبحون نجوم الغد. إلى هنا وإياكم نعود بعد لحظات لاستكمال بقية الأحداث والأحداث. يا رب Thank you.
لأن على ما قتلنا اختلقت المباراة النهائية بين فتح الرباطي وفريق أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وستجري في شوطين، شوط 15 دقيقة بكل شوط، وبالتوفيق للفريقين وكذلك للحكام. وما نساوش كذلك أننا نتوجه الشوط للرجال الأمن ورجال الوقاية المدنية على الحضور ديالهم معنا كذلك، وجميع الآباء والإخوان. اهلا وسهلا ومرحبا اعزائنا المشاهدين احبائنا اينما كنتم، الليله في مباراه القمه النهائي الاكبر هنا في
مدينة طنجة العالية. أكيد قبل أن أقول طنجة العالية هي في حديث وخطوات من أجل الليل لقب دوري أبطال، ولكن الليلة والليلة كلهم يرحقون من أجل اللقب في انتظار أن تصير المباراة، في انتظار من سيسجل الأول بين هذا وذاك. النهائي يبقى عصيب بين الرباط، ممثل للرباط الليلة هنا أكيد أكاديمية محمد السادس في امتحان صعب أمام ممثل الرباط أيضا العاصمي. الفتح الرباط الليلة في تحدي أكبر وكبير جدا. نعود إلى أجواء اللقاء، يبدأ يشتعل منذ البداية في انتظار من سيسجل الهدف الأول، في انتظار من سيضرب في أولى الذكريات. يمشي من جديد أحبنا، ولكن قبل ذلك أريد أن نكنى ونقول وأن نلاقى قبل أسماء هم هنا يحتفلون في ليلة من الأيام ببطولة الأبطال. مشكورين نهضة طنجة على هذا الاحتفال الكبير جدا، أكيد عرس كروي كبير جدا. نتمنى أن تكون مرحلة أخرى بعد النسخة الخامسة يا سياد. أكيد مشاركة متواضعة، مشاركة كبيرة وجذابة. الإسبان وبلجيكا وضيف شرفنا فلسطين، فمرحبا بهم الليلة هنا، ومرحبا بهم في طنجة وفي بلدهم الثاني المغرب يحتفل بكم يا أبنائنا. أكيد قبل هذا وذاك أريد أن أكني الأسماء، أن أقول النجوم، أنا أعبر عن هؤلاء الصغار. يمشي رقم واحد لأبناء الفتح الرباطي، أكيد الحارس الكبير الليلة هنا في البطولة لحقق للوصول نهائي. رقم واحد حمزة جليل، رقم اثنين الولاد أحمد، رقم 11 حسين حنان شقيقه ورفيقه لحسن حنان، رقم 8 رضا العلوي، رقم 18 زكريا الهاشمي، رقم 7 زكريا عمار، 4 محور الدفاع أناس مكاوي. بانتظار دخول الاحتياط دكة البدلاء السيد والرفيق، رقم 3 المدافع مادي عمار، رقم 6 وليد مريكان، رقم 5 خليل. وفي وقت نكن وقول فانتظار ان يسجل الهدف الاول. بين هذا وذاك اعبر للفريق اكاديمية محمد السادس جلالة الملك في انتظار في هذه اللحظات. نتمنى له الشفاء العاجل هنا بين احضان طنجة، بين احضان الجماهير المتواجدة التي تحتفل هنا بمباراة اخرى للنهاية. السياد قبل ان تشتعل المباراة اريد ان اكن لاعبي الاكاديمية اسمائهم، كل واحد باسمه. الاول الحارس عيسى سيبا، الحارس الكبير الذي قدم مباريات كبيرة. بانتظار ان نعود الى اجواء، بانتظار ان يسجل الهدف الاول، بانتظار ان تشتعل المدرجات. اسبانيا بلجيكا والمغرب وفلسطين، الكل الليله سيحتفل، الكل الليله في عرس كروي كبير جدا. يمشي من جديد، يمشي من جديد، احب يروح، يمشي عيسى، يبحث عن رفيقه وصديقه الدفاع، اكيد يمشي محمد المسلم هنا في النقطة يبحث وما زال البحث عن هدف الاول من اجل اللقب الليله. الكوبا بطنجة يا ولدي الليله هنا، وممكن ان تكون قاسيه في مباراتك يا بين هذا وذاك. الاحمر الفتح الرباطي في مواجهه الازرق، اكاديميه المغرب، اكاديميه محمد السادس. الرباط الليله هنا في النهائي، النهائي يبقى من جهه واحده، من جهة أولى لا بديل ولا جديد. يمشي ولكن الحكم يقول يمشي ولد هيدا من الكبير، يمشي رقم 7 أكيد زكريا عمار. لا 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 مش ممكن، مش معقول. اللقطة والدين الجول، الله الله الله، ما لم يفعلوا المهاجمين. رقم 10 الله على نحصي حمان، عنده شقيقه ورفيقه وجول. الهدف
الخط الاول ينتقل. المباراة رايحة الى وين؟ المباراة تشتعل منذ البداية. الله على الفتح الرباطي الاحمر لحد الان يتزين 1-0. الله يا الاحسن، الاحسن في احسن مكانه حتى الجول الاول، ويقول من جديد قريبا من الكوبا. الهدف يقترب والتعادل ممكن يكون، ولكن مش ممكن، مش معقول. الى حد الان المباراه ما زال لم تظهر مكاناتها، المباراه ما زال لم تبح باسرارها، المباراه ما زال لم تقل هذا الفائز ولا ذاك. ولكن الاحمر باسبقيه جميله يبدا الهدف الاول عن طريق الاحسن، ولكن يمشي من جديد، يمشي رضا، والله العلاوي جيبها في الشبكه يا ولدي. لكن من جديد الدفاع يتدخل ويقسم من جديد ويمنع الخطر من جديد، يمشي من جديد. هنا اللاعب الكبير اكيد نجم الغد هنا في الصداره يسجل هذا الثاني يقتل به المباراه، لكن بين هذا وذاك اكاديميه من حقهم البحث عن هدف اول، من حقهم ان يعدلوا النتيجه، ولكن مباراه النهائي دائما المفاجاه. واي مفاجاه ستكون الليله، واي مفاجاه ستكون الليله. اكيد كل العامل ما عنده، كله عمل اللي عنده، كله قال كلمته، لانك ان تصل للنهائي امام جل الفرق الكبيره جدا، فتبقى بطل. لا حديث ولا حرج عنك. ايه هذه النقطه يا ولدي؟ امشي من جديد يا حبي، دور على الكره، ايه دور. ولكن الاهلاوي الهويين في حاله التاهل من جديد، يكسب النقاط ويكسب التاهل ويبقى في النهائي. الفتح الرباطي الى حد الان 1-0 للاحمر، 1-0 للفريق العاصمي. اكيد دون ان انسى ان انشر الطاقم التحكيمي، اكيد السيد بلال الزباق، واكيد السيد سفيان خرزان، خالد طالبي، هم من يحكمون، هم قضاة هذه المباراة. امشي من جديد، رقم 7 قلت لك اختار. مش ممكن، مش معقول. سلامات، سلامات للحارس، سلامات للحارس، سلامات لك يا عيسى. عسى ان لم تكون عصابه، عسى ان تكون وترجع من جديد. نتمنى السلامات للحارس على ارضيه الميدان، في انتظار العوده، في انتظار المعاد، في انتظار العوده لمجريات